كما هي دوما مدينة للحب والفن والإبداع، تأتي الناصرية أولا في مراكز الأدب. هذه المرة سجل شبابها 5 جوائز في مسابقة أدب الشباب التي أقامها المقر العام لاتحاد أدباء وكتاب العراق وفي مختلف المجالات الأدبية. ففي المسرح احتلوا أول 3 مراكز، وفي القصة القصيرة جاءوا ثانيا، أما في الشعر فكان نصيبهم المركز الأول. كلنا الشباب هم ثمار ورش اتحاد الأدباء والكتاب في ذي قار الذي عملها منذ الموسم الأول، واعتمد فيها على مدربين مهمين وأسماء كبيرة تدريب الشباب على الكتابة. اليوم الناصرية تكتسح الجوائز الأدبية في مسابقة الأدب الشباب، آداب الشباب أو أدب الشباب في اتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. فقد فازت الناصرية ب5 جوائز في القصة والشعر و3 جوائز في المسرح. سفر بقطار عاطل، هذه المسابقة لها دور كبير في إثراء المشهد الشعر العراقي، المشهد الشعر العراقي الذي له مرتبة عليا، أو بإمكان القول وهذا التصريح يحسب عليه بأن الشعرية العراقية هي الشعرية الأولى عربيا. نحتفي بالشباب، ربما أكثر الاتحادات والمنظمات تحتفي بالذي يرحل والرجال المخضرمين في المسرح أو في الأدب أو المشهد الثقافي، ولكن الآن اتحاد الأدباء في ذي قار أصر أن يكرم المستقبل. ربما نحن بحاجة لدعم هذه الشباب، نمنحهم شيء من الثقة في أنفسهم، وربما أيضا لأنهم الآن رفعوا مستوى مدينة الناصرية. ولأول مرة تفوز عن ذي قار مؤلفة شابة هي الكاتبة المسرحية سحاب رزاق الماضي التي حازت المركز 3 في مسابقة النص المسرحي، إضافة لكتابات واعدة أخرى. من بين الفائزين هي شابة من شابة سومرية وكاتبة مسرحية، وهذه الأولى من نوعها في مدينة، يعني مدينة جنوبية، أن تفوز شابة بكتابة المسرح، هذه الكتابة المهمة والعصية والصعبة. يعني تناول النص المسرحي معاناة المرأة بحالة قتل زوجها بالحرب، صورت الحرب وكأنه إنسانة ثانية أو زوجة ثانية عشيقة تأخذ زوجها منها، فطلعت مشاعر الغيرة من قلب المرأة وبعد ذلك مشاعر المعاناة بسبب موت زوجها. بعد قراءتي لهذه النصوص المسرحية 3 استطعت أن أؤشر لتجارب مسرحية شبابية مهمة، أعتقد أنها سوف يكون لها باع طويل في الخطاب أو المشهد المسرحي العراقي، لما تتمتع به هذه النصوص المسرحية من قدرة كبيرة وواعية في كتابة النص المسرحي، وكذلك التقاط الموضوعة المسرحية التي عبروا من خلالها عن نصوصهم الثلاثة المهمة. وما تزال للأدب الذي قاري بصمة إبداع متجددة، فأدباؤها يرفدون وطنهم كل يوم بمنجز إبداعي جديد. لبرنامج صباح الخير يا عراق، شيماء جبار، الناصرية.